وهبدأ كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك زملائنا الأعزاء؟ إن شاء الله نبدأ النهاردة محاضرة الماترنال أدابتيشن ويز بريجننسي، ومعاكم الدكتور أيمن شحاتة مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية طب طنطا. المحاضرة هدفها إن إحنا نعرف إن البريجننسي بيعمل فيسيولوجيكال تشينجز في كل الماترنال أورجانز، والتشينجز دي كلها بترجع بعد ما العيانه بتولد تاني. most of these changes return to normal after delivery، والتشينجز دي بتكون اكتر في العيانه اللي حامل في اكتر من عيل، يعني العيانه اللي حامل في توأم او حامل في ثلاثه بيبقى عندها تغيرات اكتر او عندها مشاكل اكتر بزياده اكتر من العيانه اللي حامل في طفل واحد. وكل الادابتيشنز دي بتتقسم او بتشمل الماترنال اناتومي، الماترنال فيسيولوجي اند ميتابوليزم. واحنا بندرس ليه الماترنال ادابتيشن؟ عشان نفرق النورمال فيسيولوجيكال تشينجز فروم ذا باثولوجيكال كونديشنز. الماترنال تشينجز بتتقسم الى تشينجز ان ذا جينيتال سيستم اند تشينجز ان ذا اذر سيستمز. الجينيتال سيستم زي ما احنا عارفين بيبدا من الاوفرز، فالوبيان تيوب، اليوتراين، اليوترس، سيرفكس اند فاجينا وذا فالفا ات ذا اند. ستارتنج وذ ذا اوفرز، Both ovaries are enlarged due to increase in the vascularity and the edema. Particularly بلاقي ال changes دي أكتر في الأوفري اللي هو فيه الكوربس لوتيام اللي حصل منه الحمل. الكوربس لوتيام بيبدأ يحصل له degeneration من الأسبوع العاشر. وش معنى الأسبوع العاشر؟ لأن في الوقت ده البلاسينتا بتبدأ تبقى اتكونت وويل فورمد. الكوربس لوتيام بيبدأ يفرز الاستروجين والبروجسترون والريلاكسين هرمون اللي له دور كبير جدا في السوفتننج والإفيسمنت بتاع السيرفكس. من ضمن التشينجز برضه في الأوفرس هو الأوفيوليشن، بيقف خالص أثناء الحمل ديو تو بيتوتري انهبيشن باي ذا هاي ليفلز أوف استروجين أند بروجسترون اللي هم جايين من البلاسينتا. الفالوبيان تيوب الطول بتاعها بيزيد، الماسكوليتشر بيحصل لها هايبرتروفي، والابيسيليام بيبقى فلاتنت. اليوترس زي ما احنا عارفين النون بريجننت يوترس بيبقى 1 في 2 في 3 انش، يعني بالسنتي 7 2 ونص في 5 في 7 ونص. اما في البريجننسي بيوصل الى 35 في 25 في 20 سنتي ات فول تيرم. والفندس بيبقى له اماكن محدده بنقدر نحدد منها جيستيشنال ايج، يعني مثلا عند السيمفيسيس بيوبز هنا بيبقى يوصل 12 اسبوع، عند الامبلايكس بيبقى 24 اسبوع، مع لو انا خدت التلت التحتاني من السيمفيسيس بيوبز لغايه الامبلايكس 16، خدت التلتين التحتانيين بيبقى 20. برضو من الامبلايكس للزيفويد بروسس بنقسمها لثلاث تلات، عند التلت الاولاني 28، التلت الثاني 32 اسبوع، وعند الزيفويد بروسس بيبقى 36 اسبوع، ويرجع ينزل تاني عند 40 اسبوع. ده الفندس. الويت بتاع اليوترس برضو بيزيد، في النون بريجننسي بيبقى 50 جرام، وفي نهاية الحمل يوصل الى 1000 جرام، وده سببه الهايبرتروفي بتاع الماسل فايبر نتيجة الاستروجين اند مالتيبليكيشن اوف ذا فايبرز نتيجة البروجسترون افكت. وبيزيد الكونكتيف تيشو او زيادة الكونكتيف تيشو برضو بتزود وزن اليوترس. الكباسيتي طبعا بتزيد، النون بريجننت يوترس بياخد حوالي 4 مللي، لما بيوصل ات فول تيرم بيوصل الحجم بتاعه الى 4000 مللي ات تيرم. الشيب بيتغير من البايريفورم ان ذا نون بريجننت يوترس ويبقى جلوبيولار في الاسبوع الثامن، ويرجع يبقى بايريفورم تاني عند 16 اسبوع، ويتنيه بايريفورم لغايه ما الحاله تولد. البوزيشن طبعا بيتغير، بيبدا يحصل له اسنت فروم ذا بيلفيس، واليوترس بيبقى ديكسترو روتيتد وديكسترو فليكسد. ديكسترو روتيتد يعني بيحصل له روتيشن على الاكسس بتاعه، يبقى روتيتد على الرايت سايد، عشان كده لما كنا بنيجي نعمل جريبس لازم اعمل سنتراليزيشن لليوترس، وعشان احدد الفاندل ليفل اعدل الديكسترو روتيشن الاول. وسبب الديكسترو روتيشن هو الريكتو سيجمويد اللي موجود على الليفت سايد. الكونسيستنسي بتاع اليوترس بروجريسيف اللي بتبقى سوفت نتيجه انكريز الفاسكولاريتي والبريزنس اوف امنيوتيك فلويد. الكونتراكتيليتي، هل اليوترس بيحصل له كونتراكشنز في مش في اوقات غير الولاده؟ بالكونتراكشنز دي بتبدا من فيرست تريمستر وبتنها متواصله طول فتره الحمل، وبتبقى الريجولار وبيسموها براكستون هيكس كونتراكشنز. وبس الكونتراكشنز دي بتبقى بينلس يعني من غير وجع، وبس بتسبب بعض الديسكمفرت ان ذا ليت بريجننسي.
اليوترو بلاسنتال بلاد فلو اكيد بيزيد نتيجه انكريز الديامتر والسترينث واللينث والتورشواستي اوف يوتراين فيزلز، فلاقي الفلو بتاع اليوتراين فيزلز بتزيد وبيوصل الى حوالي 500 مللي في الدقيقه ات تيرم او في نهايه الحمل. برضو من ضمن التغيرات اللي بتحصل في اليوترس فورميشن اوف ذا لور يوتراين سيجمنت، ودي بتبدا من الاسبوع ال 12. اللور يوتراين سيجمنت بتتكون من حاجه اسمها الازمس اللي طولها حوالي نص سنتي في النون بريجننت يوترس. الازمس ده بيبدا يحصل له جرادوال اكسبانشن اند انكريز ان لينث، وبيوصل في نهايه الحمل الى 10 سنتي ات تيرم. كمان اللور سيجمنت لما بتتكون بيعمل سوفتننج، سوفتننج بنقدر نحسه عن طريق البايمانوال اكزامينيشن، والسوفتننج ده بيسموه هيجر ساين. لو انا شفت ادي الكوربس او الابر يوتراين سيجمنت، وادي السيرفكس، وادي اللور يوتراين سيجمنت، والجزء ده هو بيسموه الازمس. بيبقى ايه هو الازمس اصلا؟ هو المكان اللي بيبقى موجود بين الاناتوميكال انترنال اس والهيستولوجيكال انترنال اس. الاناتوميكال انترنال اس اللي هي ذا ابر اند اوف ذا سيرفايكال كانال، اما كلمه هيستولوجيكال انترنال اس هو التغيير بين الاندوميتريوم والسيرفايكال ميوكوزا، النقطه بتاع التغيير بتاع الاندوميتريوم والسيرفايكال ميوكوزا بيسموها هيستولوجيكال انترنال اس. فالتغيير بين الاناتوميكال والهيستولوجيكال انترنال اس بيسموها الازمس اللي بيتكون منه اللور يوتراين سيجمنت. السوفتننج بتاع اللور يوتراين سيجمنت لو حسيناه في البايمانوال اكزامينشن، حطينا ايد على بطن العيانه والايد فاجينال اكزامينشن، اقدر اقرب ايديا الاثنين ونقدر نحس بالسوفتننج، فبيسموها هيجر ساين. ازاي ان انا افرق بين الابر سيجمنت واللور سيجمنت؟ سهل جدا. اول فرق البريتونيوم، هلاقي البريتونيوم بيبقى فيرملي اتاتشد في الابر سيجمنت ولوزلي اتاتشد في اللور يوتراين سيجمنت. عشان كده لما بنيجي نفتح في القيصريه بندور على المكان اللي فيه لوز اتاتشد بريتونيوم ونفتح فيه القيصريه في المكان ده. الميومتريوم بيبقى 3 ليرز في الابر يوتراين سيجمنت، اوتر لونجيتودينال، ميدل اوبليك، وانر سيركولار. ده في الابر سيجمنت. اما في اللور يوتراين سيجمنت بيبقى 2 ليرز بس، اوتر لونجيتودينال وانر سيركولار. الديسيدوا بتبقى ويل ديفلوبد وبورلي ديفلوبد في اللور سيجمنت. الممبرينز فيرملي اتاتشد وهنا لوزلي اتاتشد. ومقصود بكلمه ممبرينز اللي هي الامنيون والكورنيون، امنيون وكورنيون. الاكتيفيتي بتاع الابر سيجمنت اكتيف، بيحصل لها كونتراكشن اند ريتراكشن ديورنج ليبر. هنا دي بتبقى باسيف، دايليت اند ستريتش and becomes thinner during labor. السيرفكس تاني organ بيحصل له changes، طبعا بيحصل له hypertrophy، بيبقى soft bluish in color، وده نتيجة الإديمة والإنكريز الفاسكولاريتي. السوفتنج بتاع السيرفكس بيسموه Goodell's sign. cervical secretions become the thick and obstruct the cervical canal عشان تمنع وصول الانفكشن الى البيبي، ودي بيسموه ميوكس بلاج. الاندو سيرفايكال ايبيثيليوم بيحصل له بروليفريشن ويبدا يحصل له ايفيرجن بره ويغطي السيرفايكال ميوكوزا فروم اوتسايد، ويسموه سيرفايكال اكتوبي او كانوا زمان بنقول عليه سيرفايكال ايروجن. لو انا شفت النورمال سيرفكس ده نورمال ما فيهوش اي سيرفايكال اكتوبي، وده الاجزاء الحمراء اللي احنا شايفينها دي، ده ميوك، دي الكولامنر ايبيثيليوم اللي طالع من السيرفايكال كانال ومغطي على الاكتو سيرفكس ومديني المنظر اللي احنا شايفينه ده، بيسموه سيرفايكال اكتوبي، وده بيحصل فيسيولوجيكال مع الحمل. الفاجينا اول ساين فيها اسمها شادويك ساين، والفاجينا هنا بتبقى سوفت وورم اند فايلوت ان كولر ديو تو انكريز ان ذا فاسكولاريتي. وزياندر ساين بلاقي فيه بالسيشن ان ذا فاجينال فورنيسيز، وبرده بلاقي فيه الليكوريا ثيك وايت فاجينال ديسشارج. وكتير جدا من الستات الحوامل تيجي لنا تقول لك انا نازل عليا افرازات كتير وكمياتها كبيره، لازم اسال على الافرازات دي هل هي وايت ان كولر وملهاش اودر وملهاش كولر، دي تبقى فيسيولوجيكال ليكوريا ومش محتاجه علاج، اما غير كده فدي بتبقى انفكشن ومحتاجه تدخل وعلاج. الفالفا بتبقى سوفت وفايلوت ان كولر برضو نتيجه انكريز الفاسكولاريتي، وبلاقي فيه اديمه وفاريكوزيتيز في بعض الحالات. الازر بودي سيستم هنتكلم على البريست والسكين والجي اي تي والكارديو فاسكولار والسنترال نيرفس سيستم واليورينري سيستم والاندوكراينال والماسكولوسكليتال والاميون سيستم.
البريست تشينجز، اول حاجه بلاقي السايز بتاع البريست بيبدا يزيد من اول الشهر الثاني، والزياده دي بتبقى موجود على الفات تيشو والماماري جلاند، كل ده بيبدا يحصل له ديستنشن وانكريز ان سايز. وبلاقي طبعا الديليك في ديليكيت فينز موجوده اندر ذا سكين، والبرايمري اريولا بتبدا تبقى ديب، يحصل لها ديب بيجمنتيشن اكتر من البيجمنتيشن اللي كانت موجوده قبل كده. لو انا بصيت على المنظر بلاقي البرايمري اريولا هنا بدا يحصل لها ديب بيجمنتيشن، زي ما احنا شايفين اللون بتاعها بيبقى فاتح في العينه اللي مش حامل، اما العينه الحامل بيبدا يحصل لها ديب بيجمنتيشن. برضو الاقي فيه دايليتد فينز بالشكل ده، الاقي فيه دايليتد فينز اندر ذا سكين. النيبلز بيكمز لارجر اند ديبلي بيجمنتد ومور اريكتايل، وبلاقي في حاجه اسمها مونتوجومريز فوليكل، ودي عباره عن دايليتد سيبيشيوس جلاند موجوده تحت الجلد وبتبقى نون بيجمنتد، وبتبقى موجوده اكتر في البرايمري ايرولا، ودي الشكل بتاعها. الاقي دي البرايمري ايرولا بالشكل ده، والاقي فيه نوديولز كده موجوده في البرايمري ايرولا ويسموها مونتوجومريز تيوبركل، ودي عباره عن دايليتد سيبيشيوس جلاندز. البريست تشينجز برضو بكمل معانا الكولوستروم بيبدا من الشهر الثالث، وده عباره عن سيك يولوش فلويد، وكان بي اكسبريسد فروم ذا نيبلز، ودايما بيسموه لبن المسمار، والست بتتخض جدا لو لقت اي افرازات موجوده من البريست او نزل عندها اي لبن اثناء الحمل. احنا طبعا في الحالات دي لازم نطمن على البيبي ونشوف الاول البيبي كويس ومفيش اي مشكله، بنطمن العينه ولا دي حاجه فيسيولوجيكال. اما ان يحصل ميلك ديستشارج اثناء الحمل، ده من الساينز اللي احنا بنقلق منها، يكون البيبي حصل له انترايوترين فيتال ديس، فلازم ابص على العينه كويس واطمن البيبي از فايبل وما عندهاش اي مشكله. السكندري ايرولا برضو بيبدا يحصل انذر بيجمنتيشن اراوند ذا برايمري ايرولا، وده بيبدا من الشهر الخامس. ده الصوره بتبين الكوليستروم وبيبقى يلوش ان كولر زي ما احنا شايفين. ادي البرايمري ايرولا الغامقه، والسكندري ايرولا اللي هو الانذر بيجمنتيشن اللي موجود اراوند ذا برايمري ايرولا. السكين تشينجز اولها البيجمنتيشن، وده نتيجه زياده البرودكشن بتاع الميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون من البيتوتري طبعا. اول البيجمنتيشن حاجه اسمها كولوازما جرافيديرا، ودي بتبقى عباره عن بتر فلاي بيجمنتيشن، بتظهر في الوش والنوز، في التشيكس والنوز، ويوجوالي بتختفي بعد كام شهر من الولاده، فيو مانث اوف ليبر. البريست برضو بيبدا بيبقى فيه بيجمنتيشن اللي احنا قلنا عليها، البرايمري ايرولا بتزيد البيجمنتيشن فيها، والابيرنس بتاع السكندري ايرولا، كل ده طبعا تبع السكين تشينجز. اللينيا نيجرا دي عباره عن دارك لاين بيظهر في الابدومن وبيبقى موجود من الامبلايكاس الى السيمفسيس بيوبيس، دي الكولوازما جرافيديرم. ده اللينيا نيجرا هو بيبدا من الزيفويد بروسس لغايه السيمفسيس بيوبيس تحت، من الزيفويد بروسس للسيمفسيس بيوبيس، ومن الامبلايكاس اكتر هنا بيبقى ايفيدنت في الجزء ده. السكين تشينجز برضو من ضمن الحاجات اللي هي ستريا جرافيديرم، ودي عباره عن ريدش سلايتلي ديبريست ستريكس ابير ان ذا ليت مانث اوف بريجننسي ديو تو ان ذا ابدومن وفي البريست والساي، يعني اكتر اماكن بنشوف فيها هي الابدومن والبريست والساي، ونتيجه بيبقى نتيجه الميكانيكال ستريتش وانكريز الجلوكوكورتيكويدز which result in rupture of elastic fibers in the dermis and exposure of the vasculature up, under the skin. وبعد الولادة بتتحول إلى اللون الأبيض وبيسموها استرايا البي كانز. أدي منظر الاسترايا بالشكل ده كده نتيجة الاستريتش بتاع السكين، ويبدأ البلاد فيزلز اللي موجودة ان ذا سبكوتينس تيشو تظهر، فبالتالي بنلاقي برضو الصوره دي اكتر في حالات برضو العينه اللي مش حامل عندها استرايا، العينه الاوبيز قوي، او العينه اللي بتاخد كورتيكوسترويد ثيرابي، او العينه اللي عندها كوشنج سندروم ممكن تلاقي عندها استرايا بالشكل ده كده. السكين تشينجز برضو عندي فاسكولار تشينجز، الفاسكولار تشينجز بلاقي فيه انكريز ان ذا بلاد سبلاي بتاع السكين، والتمبريتشر بتزيد، وبلاقي فيه انكريز ان ذا سيكريشن، الاقي العينه دي بتعرق كتير قوي نتيجه زياده الاكتيفيتي بتاع السبيشيوس جلاند. اليورينري سيستم الكيدني بلاقي فيه دايليتيشن في اليوريتر، الرينال بلفيس، الكاليسز، الكيدني تشينجز دي والكيدنيز انلارج حوالي سنتي، جلوميرال فلتريشن ريت بيزيد ب 50% اثناء الحمل.
اللي وعشان كده تلاقي العينه قدام الجلوميرال فلتريشن ريت تلاقي عندها فريكوانسي اوف ميكتوريشن، كل شويه العينه مش مستحمله، كل شويه داخله حمام، والاقي كمان ان هي بيبدا يظهر جلوكوز في اليورين نتيجه انكريز الفلتريشن ريت، فتلاقي العينه تشك ان هي عندها دايابيتس او حاجه، لا نتيجه ده فيسيولوجيكال جليكوزوريا نتيجه زياده الجلوميرال فلتريشن ريت. اليورتر بيبقى اتونيك نتيجه البروجسترون افكت، بيعمل يحصل دايلاتيشن لليورتر اباف ذا بلفيك بريم، يبدا يحصل ستيزس في اليورين، وادام في دايلاتيشن وستيزس ممكن يحصل انفكشن، وتلاقي عند العينه دي بايلايتس بصفه دوريه، كل شويه يجي لها بايلايتس ويز بريجننسي. ده صوره مبينه التورشواستي والدايلاتيشن بتاع اليورتر والرينال كاليسز. البلادر بتبدا فيه فريكوانسي اوف ميكتوريشن، وبنلاقيها ملاحظها اكتر من الاسبوع السادس للاسبوع الثامن، وتبدا تختفي من الاسبوع ال 12 وترجع تاني في اخر الحمل نتيجه البريشر على البلادر باي ذا بريزنتنج بارت، اول ما بيحصل انجيجمنت والجزء اللي هو لور بارت اوف ذا بيبي يحصل له انجيجمنت او ينزل في الحوض، يبدا يضغط على المثانه تاني ويحصل يرجع الفريكوانسي مره تانيه. برضو العيانه الحامل بيحصل لها ستريس انكونترنس نتيجه الافكت اوف بروجسترون، البروجسترون بيعمل ريلاكسيشن لكل السموث ماسل فايبرز، فبيريلاكس الانترنال يوريثرال سفنكتر، تبدا العينه دي اول ما تكح او تحزق او تعطس يبدا ينزل عليها ميه او ينزل عليها بول، وبيسموها ستريس انكونتيننس. النرفس سيستم بيحصل فيه تغيرات ايضا، الاقي العينه بيحصل لها irritability، هيديك، انسومنيا، سليبنس، تنجلينج اند نمنس. الكارديوفاسكولار سيستم بيتقسم الى البلد والهارت والبلد والارتريز والفينز. الحاجات اللي بتحصل في الهارت، الاقي الهارت بيحصل له انلارجمنت، displaced upward and rotate to the left، وبلاقي ال point of maximum impulse أو ال apex of the heart بيحصل لها shift to the fourth، هي مكانها في fifth بيحصل لها shift to the fourth intercostal space and becomes closer to midclavicular line. البارامترز برضو بتاع الكارديوفاسكولار بتاع الهارت، الكاردياك اوتبوت بيزيد 30 لـ 50%، ستروك فوليوم بيزيد 25%، الهارت ريت بيزيد من 15 لـ 25%، والبريفرال فاسكولار ريزيستنس بتقل الى 15 لـ 20%، والكارد السنترال فينوس بريشر ان تشينجد. البلاد الار بي سيز ايه بيحصل لها ديكريز ديورينج بريجننسي من 4.5 مليون الى 3.7 مليون في كل كيوبيك مليمتر نتيجه زياده البلازما اكتر من الار بي سيز، فعشان كده بيحصل دايلوشن للار بي سيز، وبيدي حاجه اسمها فيسيولوجيكال انيميا او دايلوشنال انيميا، عشان كده الاقي الهيموجلوبين بينزل من 14 ل 12 وبيسموها دايلوشنال انيميا. اخبار الليكوسايتس بتزيد من 7000 الى 10500 او 10500، وفي نهايه الحمل ممكن الزياده توصل الى 16000 اثناء الولاده. الاي اس ار او الاريثروسايت سيدمنتيشن ريت بيزيد من 12 الى 50 ملم بير اور. البلاد فوليوم بيزيد 30%، بلازما فوليوم بتزيد 45%، المعدل الفرق بين الاثنين دول هو السبب في الفسيولوجيكال انيميا. الكواجوليشن فاكتورز اخبارها ايه؟ بتزيد، عشان كده الحمل بيبقى ستيت اوف هايبر كواجولابيلتي، والعيانه الحامل بتبقى معرضه اكتر انه يحصل لها جلطات في الساي وجلط في قصدي في اللور ليمبس او في اذر سايتس نتيجه انكريز في الكلوتنج فاكتورز، فاكتور 8، فاكتور 7، فاكتور 9، فايبرينوجين اند فون فيلبراند فاكتور. كمان بيحصل ريدكشن في الكواجوليشن انهبيتورز زي البروتين سي، بروتين اس اند انتثرومبين 3. الحاجات دي كلها لما بتقل بيبدا يحصل زياده في معدل التجلط عند العيانه الحامل. كمان بيبقى في ريدكشن اوف فايبرينولايسيس انهبيشن، بيبقى فيها في هايبو فايبرينولايسيس نتيجه انكريز ان بلازمينوجين اكتيفيتور انهبيتور 1، وده برضو لما بيحصل له زياده بيعمل انهبيشن للفايبرينولايز اللي هو بيعمل ديستراكشن للبلاد كلوتس. يبقى اذا كل ما في بلاد كلوت تتكون هتتنها زي ما هي نتيجه عدم تكسيرها بالفايبرينولايسيس. الارتريز اخبارها ايه؟ الارتريال بلاد بريشر يوجوالي ديكلاين ديورنج السكند تريمستر ديو تو بريفرال فازو دايلاتيشن عن طريق الاستروجين والبروجسترون. البوستشر اوف ذا بريجننت وومن افكت الارتريال بلاد بريشر. It is highest when she is sitting
and lowest when lying in the lateral recumbent position and intermediate when supine. طبعا العانة الحامل اول ما بتقوم تقف او تقعد بيحصل لها حاجة اسمها physiological supine hypotension syndrome، ودي بتحصل في حوالي 8-15% من البريجننت وومن نتيجة الكومبريشن اوف بريجننت يوترس على الانفيرور فينا كافا، وبيسموها سوباين هايبوتنشن سندروم. العينة أول ما بتنام على ظهرها بتلاقيها جالها دوخة وهايبوتنشن وبدأت تعرق ويحصل لها تاكيكارديا، كل الحاجات دي كلها وفوميتنج في بعض الحالات، كل ده بس العينة أول ما بتغير وضعها ونقول لها نامي على جنبك الشمال هتمنع الكومبريشن اوف ذا فينا انفيرو فينا كافا، وبالتالي هتقلل الانسيدنس بتاع السوباين هايبوتنسيف سندروم. او دي صوره بتوضح لي العينه وهي راقده على ظهرها، بيعمل بريشر على الانفيرو فينا كافا يقوم يقلل الفينس ريتيرن، يقوم يقلل الكاردياك اوتبوت، يقوم يحصل تاكي كارديا وهايبوتنشن وسويتنج وبالبيتيشن وفوميتنج في بعض الحالات. الفينس فاريكوستس بتبقى اكتر في اللور ليمب في الفالفا نتيجه البريشر على الانفيرو فينا كافا وبيقلل الفينس ريتيرن، ريلاكسيشن اوف سموس ماسل فايبر في الفيزلز نتيجه البروجسترون والسيدنتري لايف للعينه الحامل اول ما بتعرف انها حامل بتقف وما بتعمل ما بتتحركش، فده بيزود معدلات الفاريكوزيتس. الريسبيراتوري سيستم لو انا شفت الاكسجين كونسامبشن هلاقيه بيزيد، المينيت فنتيليشن المينيوت فنتيليشن هلاقيه بيزيد 50%، التايدال فوليوم بيزيد 40%، الريسبيراتوري ريت بيبقى انتشينجد، الاكسجين بريشر بيزيد 10%، سي او 2 بيزيد 15%، والباي كارب بيزيد حوالي 15 دي بيقل حوالي 15، البي سي او 2 بيقل 15% والباي كارب بيقل حوالي 15%. برضه العينه الحامل بيبقى عندها ميول اكتر نبقى ديسليك ولاقي عندها شورتنس اوف بريس، كل ده نتيجه الانكريزد ريسبيراتوري ايفورت وانكريزد تايدال فوليوم وزاوت انكريز ان ذا ريسبيراتوري ريت، وكل ده بيرجع الى زياده السنسيتيفيتي بتاع الريسبيراتوري سنتر نتيجه البروجسترون واليفيشن اوف ذا ديافرام باي بريجننت يوترس، والاسباب دي اللي بتبين ليه العينه الحامل بيبقى عندها اكتر ديسليا وشورتنس اوف بريس. الجي اي تي بلاقي فيه جينجيفايتس وده بيزيد نتيجه زياده الفاسكولاريتي والتندنسي تو بليدنج، العينه دي تلاقي كل ما تيجي تغسل سنانها لا بيجي لها دم، وده نتيجه الفراجيل بلاد فيزلز والانكريز في الفاسكولاريتي، وممكن الاقي فيه انترميديات بابيلا او انتردنتال بابيلا بيسموه ايبوليس كرافيديرا، التياليزم ولاقي فيه انكريز سلايفيشن، ودي من الحاجات الكومن قوي قوي اثناء الحمل، وبلاقي ان فيه مفيش سيبسيز والعين عندها تياليزم بصفه مستديمه. نوزيا وفوميتنج من الاعراض الشهيره جدا مع الحمل، ودي زي المورنينج سيكنس لو العين عندها نوزيا بس او عندها فوميتنج بسيط ومش مأثر عليها بيسموه ايميسيس جرافيديرم، وبيبقى في الثلاث شهور الاولانيين من الحمل. الابيتايت تشينج بلاقي العينه دي عندها لونجينج او كريفنج، وده بسبب الهرمونات بتاع الحمل، ودي بالعربي كده معناها الوحم بتاع الحمل. العيانة بقى بتميل الى اكلات معينة وبدأت تكره اكل معين. برضو بيبقى عند العيانة دي indigestion وflatulence نتيجة decreased gastric acidity by regurgitation and alkaline secretion from intestine، وبلاقي في decreased gastric motility نتيجة البروجسترون. برضو العيانة دي عندها reflux كل شوية عامل لها heart burn نتيجة reflux of gastric acid content to the esophagus، كونستيبيشن عشان برضو السيدنتري لايف عشان البريشر على البلفيك كولون باي بريجننت يوترس، وانكريزد والانكريزد ووتر ري ابزوربشن فروم ذا لارج انتستين الدوسترون افكت، وريديوس دي موتيليتي باي ذا لارج اوف ذا لارج انتستين باي بروجسترون افكت. الجول ستونز بتبقى فيه مور تندنسي تو فورم جول ستونز نتيجه الاتوني اند ديكريزد امتنج اوف ذا جول بلادر. هيمورويدز برضو نتيجه الميكانيكال بريشر على البلفيك فينز، لاكسيتي اوف فينز باي بروجسترون اند كونستيبيشن. الابندكس بتبقى ديسبليسد ابورد باي ذا انلارجد يوترس. الماسكولوسكليتال سيستم فيه بروجريسيف لوردوسز which compensate for the anterior position of enlarged uterus.
increased mobility of the pelvic joint due to effect of relaxin and progesterone, وده كله بيعمل waddling gait للعيانة الحامل. الاندوكراين سيستم البيتوتري جلاند هتبقى فيها هايبرتروفي، increased prolactin secretion from lactotroph cells، والبرولاكتين ده هو اللي بيحضر العيانة عشان اللاكتيشن بعد الولادة. الثيرويد جلاند diffuse enlargement of thyroid، وطبعا ده عشان يزود البيزل ميتابوليك ريت حوالي 30%. ثيروكسين بايندينج جلوبلين والتي 3 توتال والتي 4 كل ده برضه بيحصل له انكريز. البروتين باوند ايودين برضه بيزيد، تي اس اتش والفري تي 3 كل ده بيزيد عشان يزود الميتابوليك، يعوض الميتابوليك اكتيفيتيز او الميتابوليك ريكوايرمنتس عند العيانه الحامل والطفل بتاعها. باراثيرويد جلاند بتزيد في الحجم، الاكتيفيتي ايضا بتزيد عشان تعمل ريجوليشن للكالسيوم ميتابوليزم. الادرينال جلاند هيحصل لها هايبرتروفي وتزود البرودكشن بتاع المينرالوكورتيكويد الالدوسترون والجلوكوكورتيكويدز، وده اللي بيسبب يفسر العيانه الحامل وزنها ليه بيزيد في شهور الحمل، وتلاقي العيانه زادت لها 15 كيلو اثناء الحمل. الوزن بتاع العيانة الحامل بيبقى الزيادة الطبيعية في نهاية الحمل من 12.5 إلى 15 كيلو، وكل أسبوع بيبدأ الزيادة الرئيسية من السكند هاف أوف بريجنسي بمعدل نص كيلو في الأسبوع. أسباب زيادة الوزن الجروس بتاع الكونسبشن أو الجروس أوف بريجنسي، انلارجمنت أوف ماترنال أورجانز، والستورج أوف فات، والإنكريز إن ماترنال بلاد أند انترستيشيال فلويد. الفيرست ترايمستر الزيادة بتبقى كلها حوالي 1.6 كيلو جرام، 1.6 كيلو جرام في الفيرست ترايمستر. من السكند هاف قلنا زيادة نص كيلو في الأسبوع، والثيرد ترايمستر بيزيد حوالي 5 كيلو over the last 3 months. برضو من الميتابوليك تشينز جنرال ميتابوليزم هلاقي فيه انكريز increased due to the needs of growing fetus. بيزل ميتابوليك ريت بيزيد 30% زي ما قلنا. البروتين ميتابوليزم بيبقى فيه بوزيتيف نيتروجين بالانس، بيبقى فيه انابوليزم يعني. الكربوهيدرات ميتابوليزم انسولين سكريشن بيزيد، السنسيتيفيتي تو انسولين ريسبتور ريديوسد عشان كده بيبقى فيه جلوكوز انتولرانس. والكربوهيدرات ميتابوليزم عشان ينشور كونتينوس سبلاي اوف جلوكوز تو ذا فيتوس. الفات ميتابوليزم بيبقى فيه فات ستورج ات ذا ابدومن والبريست والساي عشان كده بيزيد حجم البريست. الليبيد ميتابوليزم الهاي دي ال اتش دي ال ليفل بيزيد 15% والال دي ال utilized by the placenta for steroid synthesis. الايرون ميتابوليزم بيبقى فيه deficiency state، الابزوربشن من الجات بيزيد، والسيرم ايون والفرنتين فول if supplementation not given، لو انا ما عوضتش العيانه الحامل واديتها حديد. الاميون سيستم كل اللي انا عايز اقوله من السلايد دي ان هو بيبقى فيه تولرانس تو ذا جروينج فيتس. يعني ايه كلمه تولرانس؟ احنا عارفين ان البيبي في جزء من الام وجزء من الاب، الجزء اللي من الاب ده بيبقى انون تو ذا اميون سيستم اوف ذا ماذر، وبالتالي لو الام الاميون سيستم اتعرف على الجزء اللي من الاب هيبدا يهاجم الجنين ويحصل ابورشن او انترا يوتراين فيتال ديس. فعشان كده بيبقى فيه حاجه اسمها يوتراين ناتشرال كيلر سيلز، دي هي والماكروفاج important regulator of the balance between tolerance of fetal trophoblast and the limitation of their invasion. وكمان في بيبقى فيه blocking antibodies، blocking antibodies دي بتعمل coating of for the embryo وبالتالي بتخليه unseen for the immune system. كمان بيحصل shift لمور تي هيلبر 2 الى تي هيلبر 1، وده بيعمل سبريشن اوف ذا اميون سيستم اوف ذا ماذر، وبالتالي تلاقي العيانه الحامل معرضه اكتر للانفكشن. بكده عايز اقول بان البيبي is something you carry inside you for 9 months and in your arm for 3 years and in your heart till the day you die. مين ده؟ هو الام هي اللي بتقول الكلام ده. وبشكركم على حسن استماعكم، واي مشكلة تحت امركم او في اي جزء في المحاضرة مش واضح تحت امركم، وشكرا جزيلا لكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم. لو سمحت خلصت محمود اعمل ايه؟ سيف ازاي بقى؟